نشرة الأخبار من 218. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. العناوين: الجيش يعلن الهلال النفطي منطقة محظورة، 73 نائبا يعلنون مقاطعة الحوار احتجاجا على هجوم الموانئ، والقاهرة: الاتفاق السياسي يحفظ حرمة الدم. أهلا من جديد. حذرت القيادة العامة لقوات الجيش فجر الاثنين المواطنين ومستعملي الطريق الساحلي والطرق الفرعية والصحراوية والسكان المحليين بأن المنطقة الممتدة من راس لانوف إلى سرت وحتى منطقة الجفرة جنوبا هي منطقة محظورة، وعلى المواطنين الالتزام بتقييد الحركة فيها. وطالبت القيادة في بيان عاجل منتسبي غرفة عمليات البنيان المرصوص المتمركزة شرق مدينة سرت الانسحاب إلى داخل المدينة حتى لا تكون عرضة لنيران السلاح أو قوات السلاح الجوية. القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تحشد الآن قوات برية وجوية ضخمة لدحر العصابات الإرهابية المعتدية في منطقة الهلال النفطي تهيب بكافة المواطنين ومستعملي الطريق الساحلي والطرق الفرعية والصحراوية والسكان المحليين الالتزام بتقييد الحركة في المنطقة المحصورة من راس لانوف إلى سرت وحتى منطقة الجفرة جنوبا، وعلى مجموعات البنيان المرصوص المتمركزة شرق سرت الانسحاب داخل المدينة حتى لا تكون عرضة لنيران القوات الجوية. قال آمر الكتيبة 14 جدابي الملازم أكرم بوحليق الأحد إن قوات الجيش الوطني ستواجه ضربة قاضية للجماعة الإرهابية في راس لانوف خلال الفترة المقبلة وستبسط سيطرتها على المنطقة. وأضاف الملازم بوحليق في تصريح ل 218 إن الجيش الوطني الآن يتقدم نحو راس لانوف لطرد الجماعات الإرهابية التي انسحب بعضها إلى منطقة بشر وهي الآن محاصرة من قوات الجيش الوطني، مؤكدا وجود خلايا نائمة تأخذ الأموال من عدة جهات وتقوم بمساعدة الجماعات الإرهابية. ذكرت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة إن آمر المنطقة العسكرية الغربية العميد إدريس مادي أعلن التعبئة العسكرية بالمنطقة وجاهزية القوات المسلحة وانطلاق الكتيبة 131 مشاة آلية من معسكر العزيزية وتمركزها بمدينة ورشفانة. وبينت الرئاسة أن كتيبة الصواعق بقيادة عمادة طرابلسي انطلقت من ثكناتها في الزنتان باتجاه الهلال النفطي ولم تحدد المنطقة التي تتمركز فيها بعد، فضلا عن مغادرة الكتيبة 210 مشاة آلية لمدينة بنغازي ووصولها إلى مناطق تمركزاتها بالهلال النفطي. وأوضحت أن الكتيبة 302 بقيادة محمد داود الجابسي غادرت مدينة جدابية ولم تتمركز بعد في المواقع المرصودة لها من قبل القيادة العامة، كما أن الكتيبة 106 مجحفلة غادرت مدينة بنغازي وتمركز مشاتها والتحق بها الآن سرية المدفعية الخاصة بها ولم تتمركز بعد في مواقعها. وذكرت الرئاسة أن كتيبة سبل السلام بقيادة الزوي غادرت مدينة الكفرة باتجاه الهلال النفطي، مبينة أن الكتيبة 152 والكتيبة 21 تتواجدان الآن في مناطق الاشتباكات بالهلال النفطي. وبالنسبة للطوق الصحراوي لمنع الإمدادات من الجفرة فإنه غير مكتمل بسبب مساحة الصحراء الشاسعة، ولكن أغلبه مقفل بأفراد اللواء 12 والجحفل 153 بقيادة عميد مفتاح شقلوف. أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول نهب خيرات البلاد أو تقسيمها، مشيرة لجاهزيتها التامة لتنفيذ أوامر الجهات الشرعية المتمثلة في البرلمان والحكومة المؤقتة. ووصفت الغرفة في بيان صدر عنها قوى الإخوان والمقاتلة بقوى الشر والطغيان،
مؤكدة استعدادها لخوض المعركة ضد كل من يدعم العدوان الغاشم الذي تشنه هذه القوى للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي بالهلال النفطي، تنفيذا لأجندة دول أخرى تسعى لبث الفتنة ولتقسيم ليبيا. في أول تصريح علني حول الأحداث في منطقة الهلال النفطي، قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد إن ثروات ليبيا ملك لكل ليبيين. زايد أضاف أن القوانين تكفل عودة المهجرين إلى ديارهم، في إشارة إلى ما يعرف بعملية عودة المهجرين إلى بنغازي التي تقودها جماعات متطرفة، قائلا إن الثوار صمموا الأمان لعدم عودة النظام السابق، مؤكدا دعمه لهم وداعيا إياهم للاندماج ضمن مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب ونبذ القتال والاتجاه للحوار، ومشددا أيضا على أنه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. ورحب عماري بالإعلان عن الاستعداد لتسليم الموانئ النفطية لحكومة الوفاق الوطني، معلنا استعداد الحكومة لاستلام الموانئ. وعلى خلفية الاعتداءات الإرهابية التي طالت الهلال النفطي، جددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها لمجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة إلى تسخير الإمكانيات السياسية والمادية لدعم الجيش الوطني في تصديه للهجوم على الهلال النفطي. المؤسسة وفي بيانها الصادر أمس الأحد دعت قيادة الجيش بعد انتصاره في هذه المعركة إلى تسلم مهام حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية مع حرس المنشآت النفطية، كما توجهت المؤسسة بوصفها مؤسسة شرعية تابعة لمجلس النواب والحكومة المؤقتة بضرورة دعم الجيش في محاربته للإرهاب، خاصة بعد ثبوت عدم تبعية الجماعات المعتدية على منطقة الهلال لأي جسم رسمي من أجسام الدولة، والتي تسعى إلى تخريب مرافق الهلال وإفساد مصالح الشركات العالمية. ونادى البيان بضرورة دعم دول العالم الكبرى للجيش عسكريا دون شرط أو قيد، ليكون الوطن خال من الإرهاب على حد تعبير البيان. قال عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جدل العكلي إنه جرى خفض الإنتاج النفطي الليبي بنحو 35 ألف برميل يوميا بسبب الأحداث العسكرية التي تشهدها منطقة الهلال النفطي. العكلي أكد أن هذا الخفض جاء عبر شركة الواحة، لكنه أكد في تصريحات خاصة لقناة ميتير 18 أن معدل الإنتاج حاليا لا يزال عند مستوى 630 و60 ألف برميل يوميا. وأشار العكلي إلى أنه لا توجد مخزونات مجدولة ضمن قائمة عمليات الشحن من ميناء السدرة وراس لانوف، لافتا إلى أنه جرى خفض عدد العاملين بميناء السدرة الذي تديره شركة الواحة كإجراء احترازي. فيما يلفت العكلي لأن لجنة طوارئ تعمل طيلة اليوم لتقييم الأوضاع لحظة بلحظة. أكد المجلس البلدي وأهالي مدينة أوجلاء دعمهم ووقوفهم مع الجيش الوطني في تصديه لما يسمى بسرايا الدفاع وتنظيم القاعدة والمرتزقة الأفارقة، كما أكد بلدي أوجلاء وأهالي المدينة في بيان لهم على تسخير كافة الإمكانات المتاحة في مواجهة هذه الهجمة التي شملت منطقة الهلال النفطي، كما حيوا في ذات الوقت فصيل الحماية بسرية حقل الانتصار 103 من أبناء أوجلاء على التحاقهم بجبهات القتال دفاعا عن مقدرات وأرزاق الشعب الليبي. أكد شيوخ وأعيان قبائل الأشراف والمرابطين دعمهم للجيش الوطني في معاركه التي يخوضها ضد الإرهاب، مستنكرين الهجوم على الهلال النفطي ومحملين المجتمع الدولي مسؤولية عدم دعم الجيش. نستنكر نحن أعيان وحكماء وشباب قبائل الأشراف والمرابطين الهجوم الغاشم والاعتداء الظالم من قبل العصابات الإجرامية والميليشيات الإرهابية على المنشآت والموانئ النفطية ومقدرات وثروات الشعب الليبي، كما نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لما يحدث في دعمهم لحكومة الوفاق المرفوضة غير الدستورية وغير الشرعية، وما نتج عن ذلك من انهيار وتدمير للدولة الليبية وضياع مقدراتها وإطالة أمد الحرب بسبب تجاهلهم للجيش النظام الليبي وحظر تسليحه.
كما نطالب كافة الأعضاء الشرفاء بمجلس النواب الليبي بمقاطعة الحوار السياسي مع داعمي الميليشيات المتطرفة وعصاباتها المرتزقة احتجاجا على الهجوم الإرهابي الجبان على الموانئ النفطية وزعزعة أمن واستقرار البلاد. ونؤكد نحن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في كل ربوع ليبيا بأننا جنود للوطن ودعم للقوات المسلحة العربية الليبية لفرض هيبة الدولة والقضاء على الإرهاب. قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الأحد إن عدد الأعضاء الذين أعلنوا مقاطعتهم للحوار السياسي بلغ 73 نائبا. المقاطعة تأتي احتجاجا على الهجوم الإرهابي على الموانئ النفطية بدعم من أطراف داخلية وخارجية. وأضاف بليحق في بيان أن النواب اعتبروا ذلك الهجوم تقويضا للحوار السياسي ولسبل تحقيق الوفاق الوطني. طالبت إدارة الدوريات الصحراوية في المنطقتين الغربية والجنوبية الضباط وضباط صف والأفراد التابعين لها في المنطقتين بالاستعداد والجاهزية بكامل العدة والعتاد انتظارا لتعليمات التوجه لمنطقة الهلال النفطي لمساندة القوات المسلحة العربية الليبية في مهمة الحفاظ على مقدرات الوطن. وأكدت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في بيان صدر عنها أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بثروات البلاد، موضحة أنها ستكون في الصفوف الأولى مع القيادة العامة للجيش الليبي لمواجهة الميليشيات المارقة التي تسعى إلى الاستيلاء على قوت الليبيين ومقدراتهم في منطقة الهلال النفطية. زار وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور رضا العكلي مستشفى محمد المقريف في مدينة جدابية للاطلاع على ما يعانيه من مشاكل ومختنقات. تترك الفوضى والاضطرابات السياسية في ليبيا تأثيرا خطيرا على الخدمات الصحية، وذلك مع رحيل الكوادر الطبية والوكالات الإنسانية وزيادة الضغط على العاملين في مجال الصحة الذين يسعون لعلاج المواطنين والمصابين في الاشتباكات. يحاول وزير الصحة في الحكومة المؤقتة رضا العكلي أن يلملم شتات مستشفى جدابية في الوقوف على المختنقات والصعاب التي تواجه المستشفى من نقص في المواد الطبية والكادر الطبي بشكل عام. يعاني من نقص الكثير من المعدات والأدوية بسبب أن ميزانية الإمداد الطبي تم تسهيلها في عامي 2015 و2016 لصالح إمداد طب طرابلس، وهناك نقص شديد في هذه الأدوية والمعدات، ولكن الحمد لله بفضل الله وبفضل السادة رئيس وأعضاء البرلمان في طبرق تم تخصيص مبلغ لشراء الأدوية عن طريق لجنة الأزمة برئاسة السيد علي الحبري، وكذلك تم خصم قيمة من ذلك المبلغ لصالح ميزانية الباب الثاني للمرافق الصحية والوجهات المستحدثة، وكذلك لبند التطوير والتحسين. مستشفى الشهيد محمد المقريف المركزي التعليمي مستشفى عام سعته السريرية 200 سرير، وهو الوحيد بالمدينة، ولم ينشئ أي مبنى إضافي عدا مبنى للمطبخ ومبنى صغير للأسعاف رغم تعاقب وزراء الصحة وزيارتهم له. العاملون قالوا إن المستشفى يستقبل الحالات من مدينة سرت وحتى المجرون بسبب عدم خدمة المستشفيات الواقعة في هذه المنطقة. وفي نهاية الزيارة وعد العكلي بحلحلة مشاكل المستشفى، وقدم العاملون بالمستشفى درعا وشهادة تقدير للوزير الذي أوضح أن من يستحق هذا الشكر هم العاملون بالمستشفى، ويتطلع العاملون لهذه الزيارة لتحقيق ولو جزء بسيط من هذه الوعود. أعربت السفارة التركية في ليبيا الأحد عن أسفها بشأن اتهام أعضاء في مجلس النواب الليبي لبلادها بدعم الجماعات الإرهابية التي هاجمت منطقة الهلال النفطي يوم الجمعة الماضي. وقالت السفارة في بيان لها أن تلك الاتهامات غير حقيقية، وأن تركيا تدعم المؤسسات التي شكلت بناء على الاتفاق السياسي فقط، مطالبة أعضاء مجلس النواب الذين وقعوا على البيان الأخذ بعين الاعتبار الموقف الحقيقي لتركيا والعمل معا
لتطوير العلاقات التركية الليبية، وأكدت قلقها من الاشتباكات في منطقة الهلال النفطي وقبلها التي وقعت في طرابلس، داعية إلى عدم اللجوء إلى القوة والاعتراف بسلطة المجلس الرئاسي ودعم جهوده في توفير الأمن. أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا اجتمعت لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا وجهود استئناف الحوار بين الليبيين. وأضافت اللجنة أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي ويصون مقدرات الشعب الليبي. وعربت اللجنة عن تقديرها لتجاوب كل المؤسسات الوطنية الليبية مع جهود التسوية، وخاصة الاجتماعات التي يعقدها كل من مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة في ليبيا هذا الأسبوع لتسمية ممثلهم في اللجنة المشتركة التي سبق الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة. واعتبرت اللجنة أن أمام الليبيين فرصة تاريخية لامتلاك زمام المبادرة والذهاب إلى طاولة الحوار وصولا إلى توافق ليبي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد ويرفع المعاناة عن الشعب الليبي العريق. بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبد السلام كاجمان الأحد مع عمداء المنطقة الجنوبية مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئاسي مع إيطاليا بشأن مكافحة الهجرة غير القانونية. وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة وزراء المجلس الرئاسي في طرابلس سبل تطبيق المشاريع التنموية لكل بلديات المنطقة الجنوبية والمشاكل التي تعيقها. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعون فيها بعد الفاصل. القوات العراقية تسيطر على جسر الحرية في الموصل. الجيش يعلن الهلال النفطي منطقة محظورة. 73 نائبا يعلنون مقاطعة الحوار احتجاجا على هجوم الموانئ. والقاهرة الاتفاق السياسي يحفظ حرمة الدم. أهلا من جديد. في ملفنا العربي والدولي، أعلنت القوات العراقية سيطرتها فجر اليوم على جسر الحرية في الموصل الذي يربط الجانب الشرقي من المدينة مع الموصل القديمة في الجانب الغربي الذي ما زال تحت سيطرة داعش. وفي وقت سابق ذكر قائد عسكري أن القوات المشتركة أوشكت على الوصول إلى المجمع الرئيسي للحكومة في الموصل، وهو هدف رئيس في الهجوم الرامي إلى طرد تنظيم داعش من المدينة. وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من استعادة أغلب المناطق التي سيطر عليها داعش في هجوم واسع النطاق شنه في يونيو 2014. ومن العراق إلى الشرق الأدنى، حيث أثارت التجارب الصاروخية البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية فجر اليوم موجة من التنديد بعد تأكد سقوط الصواريخ في المنطقة الاقتصادية لليابان. رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أكد أن بلاده قدمت احتجاجا قويا لسلطات بيونغ يانغ، لافتا إلى أن الأمر يظهر بشكل واضح حجم التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على أمن اليابان. وفيما نقلت رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إدارة واشنطن لإطلاق الصواريخ التي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، انتقد القائم بأعمال رئيسة كوريا الجنوبية هوانغ كيو آن تجارب بيونغ يانغ، وقال بعد ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي في سيول إن هذا العمل يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستفزازا خطيرا يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة.
إلى ألمانيا، حيث وجهت نائبة رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة إياه بطاغية البوسفور. ويأتي الانتقاد الألماني بعدما اتهم أردوغان برلين أمس الأحد بالقيام بتصرفات فاشية تذكر بحقبة نازية، ردا على إلغاء السلطات الألمانية تجمعين سياسيين كان من المقرر أن يلقي فيهما وزراء أتراك كلمات تحث مواطنيهم على التصويت بنعم في استفتاء على إصلاحات دستورية تعزز صلاحيات أردوغان الشهر المقبل. وهوى الخلاف بالعلاقات الثنائية بين برلين وأنقرة إلى أدنى مستوى، كما زاد الغضب العام في ألمانيا بشأن إلقاء القبض على صحفي ألماني من أصل تركي في تركيا بتهمة التجسس. وفي ماليزيا، حيث أعلنت الشرطة أنها تمكنت من اعتقال 7 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد. ونقلت رويترز عن المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر أن المشتبه بهم 7 هم من حملة جنسيات مختلفة، وقد تلقوا تعليمات من محمد واندي محمد جيدي القيادي الماليزي في تنظيم داعش لشن هجمات بسيارات مفخخة على نطاق واسع في البلاد، خاصة العاصمة كوالالمبور. نتحول إلى الأراضي الفلسطينية، حيث قتل مواطن فلسطيني اليوم في مدينة البيرة أو البيرة في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت منزلا تواجد فيه المواطن، فيما أصيب شابان آخران خلال مواجهات عنيفة اندلعت في منطقة المنزل. ونقلت رويترز عن مصادر إسرائيلية أن المقتول باسل الأعرج كان مطلوبا لأجهزة أمن الاحتلال، فيما قال شهود عيان إن اشتباكا مسلحا خاضه الأعرج مع قوات الاحتلال لمدة 2 ساعة وأن ذخيرته نفذت، وبعدها اقتحمت قوات الاحتلال المنزل وعدمته من مسافة قريبة وفقا لوسائل إعلام فلسطينية. بعد يوم من اتهام الرئيس دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما بأنه أمر بالتنصت عليه أثناء الحملة الانتخابية، طالب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي وزارة العدل بتصحيح مزاعم ترامب التي تضمنت اتهاما لمكتبه بخرق القانون دون تقديم أدلة على ذلك. تصريحات كومي تأتي في وقت نفى فيه مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابق جيمس كلابر حدوث أي تنصت على هاتف ترامب أو حملته الانتخابية خلال سباق الانتخابات الرئاسية. جدير بالذكر أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس التحقيق فيما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد أساءت استخدام السلطة في إطار التحقيق الذي يجريه الكونغرس بشأن تأثير روسيا على العملية الانتخابية. في السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي ديفين نيونز أن اللجنة ستسعى إلى معرفة ما إذا كانت إدارة الرئيس السابق أوباما قد طلبت التنصت على الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية. نيونز وفي تصريح نقلته رويترز قال إن تحقيقا سيتم فتحه إن توفرت عناصر تؤكد إن كانت الحكومة قد قامت بأنشطة مراقبة طالت مسؤولين أو ممثلين لفريق أو فريق حملة أي من الأحزاب السياسية. الآن هذه جولة على درجات الحرارة في بعض المدن الليبية. إلى عناوين النشر. الجيش يعلن الهلال النفطي منطقة محظورة.
و73 نائبا يعلنون مقاطعة الحوار احتجاجا على هجوم الموانئ. والقاهرة، الاتفاق السياسي يحفظ حرمة الدم. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكترونية 218.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كذلك حساب القناة على تليجرام. ألقاكم في نشرة الثالثة بحول الله. إلى اللقاء.